السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم فؤاد بلوس. اذا قبل ما نبدا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، صحه مزيانه، نتمنى دائما ان نلقاكم بخير وعلى خير. هذا اول فيديو ديالي يعني من دخلت المغرب، ما غاديش نكون هنا في المغرب ولكن على الطريق اللي كنت درت من بلجيكا حتى المغرب. كنت صورته على جوج مراحل، المرحله الاولى من بلجيكا حتى اسبانيا، مع كل اسف الفيديو يعني مشى ليا، حاولت رجعت منه شي حاجه وشي حاجه اخرى ما قدرتش نرجعها، دونك انا ما قدرتش كيفاش يعني نوجدوا اللوحه. دونك هذا الفيديو هذا دابا اللي غادي تشوفوه يعني من اسبانيا حتى المغرب، مع كل اسف كما قلت الاول ما قدرتش انني ريكوبيري، واخا رجعت شي حاجه منه ما رجعتش كلشي. دونك ما قدرتش ماشي مشكل، انا في المغرب هنا صورت لكم هذه يعني المرحله من اسبانيا حتى المغرب. نتمنى انه ان الاعجابت لكم، نتمنى الناس اللي كيشوفوا لاشين اول مره يعني يتابوناو معنا، يدعمونا بلايك بلا بارطاج، داك الشيء خليو لنا يعني الاراء ديالهم، وداك الشيء كيخلينا الا ننزلوا قدام. الدراري صحابي اللي كيسولوا فيا راني جيت، سمحوا لي ما قدرتش ندير لان عاد ركبت النمره ديال المغرب، لقيت دي ميساج يعني في النمره ديال بلجيكا وداك الشيء ما قدرتش نجاوب. هذه اسبوع وانا اوكيبي، دونك فوالا هذا الشيء اللي كاين. تحيه لهم كبيره، ديديكاس لهم كاملين، تحيه كبيره للمغاربه المغاربه، هنيئا المنتخب الجزائري، نتمنى يعني انه يعني يفوز بكاس افريقيا. تحيه كبيره يعني للاخوه الجزائريين، علاش؟ بحكم ان كان الصديق ديالي في المرحله الاولى من بلجيكا حتى الاسباني كان معايا واحد الصديق ديالي كادير، تحيه ليه من هنايا، كان معايا وصورنا الفيديو، ولكن مع كل الاسف ما قدرناش نديروه، مع كل الاسف معليش كان مشى ما قدرتش كيفاش نرجع كل شيء، ماشي مشكل. دونك هذا الفيديو هذا نتمنى ان الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تدعمونا. الجديد ان شاء الله في المغرب هو كاين الحمد لله، يعني دابا انا يعني هذه سيمانه هنا، انا غادي نبدا ان شاء الله في الجديد. نتمنى داك الشيء اللي كنعطيوكم ينال الاعجاب ديالكم، ودائما تنقول هذا الفيديو هذا الا ما قدرش يعجبك هذا الفيديو يعجبك الفيديو الاخر يعجبك الاخر يعجبك الاخر، هذا الشيء اللي كاين خوتي. دعمونا بلايك لا بارطاج، ابوناو معنا، هذا الشيء اللي كاين. تحيه كبيره لكم، ديديكاس للمغاربه كاملين انا هنا في المغرب، تحيه للدراري كامل اليوتيوب صحابي. نتمنى انكم تكون انا النحيده القنيطره، ها هي انا عزيز عليا العربيه، انا هنا في العربيه ما كاين لا مدينه لا والو. تحيه كبيره للناس العربيه انا هنايا، هذا الشيء اللي كاين. تسناوني خوتي خوتاتي، خليكم معنا في الفيديو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. يلا السلام عليكم.
الحمد لله وصلنا الجزيرة الخضراء. نمشيو نشوفو دابا ان شاء الله البيين. نتمنى ما يكونش غالي. احنا غادي نمشيو عندهم دابا. احنا في الدخله دابا هنايا. هذه هي الجزيرة الخضراء او الخزيرات او الجزيراس كما تنقولوا. نتمنى البيين ما يكونش غالي. ربما الله نادر بعد المره كيستغلوا هذه الفرصه ديال الصيف كيبقاو يزيدوا في الثمنه. نتمنى ان داكشي ما يكونش غالي. احنا دابا في الدخله ما غاديش نصور حتى نكون تما لان ممنوع التصوير هنايا. خليكم معنا الاخوه. هنا قبل ما ندخلوا للباطو كاين الناس اللي كيعطيو لي كارت يعني فابور ديال الحساب اتصالات ولا شي حاجه في المغرب. كاين شركات هنا في الدخله. لقينا البيه الحمد لله بثمن شويه مزيان. عطانا الي وروتور ونتمنوا من عند الله صح. دابا غادي ندخلوا. ما كاينش تعطل ولا شي حاجه. كتدخل ديريكت مزيانه فكره شي مزيان. ايوا خليكم معنا مازال نشوفوا شنو كاين الداخل. اي فوالا هذا هو الباطو اللي غنمشيو فيه. باليريا هذا شركه يعني اسبانيه مغربيه على ما كنظن انايا. لكن يعني فيها بزاف ناس خدام من المغاربه وكنظن على انها يعني نص نص مغربيه. فوالا كيما شفتو حنا مازال كنصورو هنا. سبحان الله كنصلحو من تحت حسب الناس. كاين اللي ما كيبغيش يتشد يعني في ليماج ديالو. شوف شحال كبير هنا. غنوريكم واحد الحاجه. هنا كاين واحد القاعه ديال السينما. ها هي راه حتى السينما كاين هنا. ها هي راه الضمط في يعني وداكشي وما خداماش ولكن راه فيه قاعه سينما. ها هي كما كتشوفوها من داخل راه من الجهه الاخرى. سبحان الله على الضبابه لان ما درتش يعني الفلاش. ها هي راه كاينه قاعه السينما. ها هي يعني كي داير السينما هنا تفرج مع راسك ما تحسش كاع حتى بشي حاجه. مازال نزيدو عاوتاني هنايا قلت شي حاجه ولا هذيك. راه كاينه المكازا يعني كتكون مفتوحه. هما دابا راه سته لان كما قلت لك يعني ربما يكون من الجهه الاخرى فاتح. دابا مزدت فوالا. هذه وحده اخرى عاوتاني. ها الاسكالي ديال الجهه الاخرى شي راه نقي شي حاجه زعما زوينه بزاف. باليريا مزيان الباطو مزيان بزاف ونقي بزاف. فوالا هي المكازا كما قلت لك تشري شي حاجه ولا تشري شي كادو ولا شي حاجه. راه فيه كلشي. حتى في الثمن اليوم اللي دارو راه تقريبا ناقص واحد 30 يورو ولا 40 يورو على حسب البطوات الاخرين. دونك داكشي علاش هادي الجهة اخرى عاوتاني. ماشي راه كاينه كافيتيريا انا نوريها لكم. سمحوا لي راه ما تنفضش فيها ليماج باش ما نشوفش الناس كيما ما كيبغيش على حساب الصورة. ولا راه كاينه كافيتيريا شي حاجه كبيره. الرجعه هنا كلشي زوين في هاد الباطو زعما صراحه. انا كيعجبني غير نمشي معاه. دابا انا غنمشي من الجهه الاخرى اللي هي ديال الباطو للوجه ديالو ونصور على البحر انفاس يعني في الوجه ديالو. قبل اخوتي انا هبطت عاوتاني على ليطاج. انتم كتشوفوا كي عاد شتي كبير الباطو يعني راه نقي مزيان. الاريا راه نقيه بزاف. هاد الجهه الاخرى
مكتوبه معنا هاد الاسكالي هادو هما الدروش. المهم طلعنا شفتي راه كاين واحد ليطاج اخر مازال ما هبط له، كاين هذيك لاصال ليه راه هي كبير تجلس مع راسك كاينه بزاف، لان هذيك الكافيتيريا تقريبا راه ساده ولكن الكراسي راه محلوله كلشي. كاينه هاد الجهه هادي عاوتاني راه هي دابا راه حنا وصلنا دابا طلعنا للباطو او نحاول نصور من داخل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ولا شي حاجه. هذا راه مثلا ان الباطو اللي طلعنا له باليغيه اليوم راه كاين فيه بزاف، راه كاين فيه الفوق والتحت يعني يقدر تقرب فيه شي ثلاثه ديال لي زيطاج. دونك فوالا هذه هي مناسبه، حنا هنا في الطاج يعني الثاني. كاين هنايا حنا طبعت الطوموبيل كاين اللي هي لا بوليس كما كتشوفوا، باطو كبير بزاف. كاين بالجهه الاخرى فين دايز الناس عاوتاني كاين هنا ليسكالي تما نشوفوا شنو كاين تم. هادي هوب باليرينا كل عام تقريبا كنمشي معاهم او كنمشي مع افيرس، ما نلحقش افيرس 100% مغربيه. باليرينا كما قلت قبيله في الفيديو راه كاينه كتقول يعني مخلطه مغاربه يعني مع اسبانيون، حتى هما عندهم سيرفيس ديالهم مزيان. هانت نسمع هنايا الباب، هادي هي مسدوده لان خاوي اليوم راه كاينه بزاف. كاين هذا ماشي مكان ولكن هذا شي حاجه ديالهم ديال الاستقبال الداخل غسد، لان خاوي الباطو تقريبا على ليطاج تحت اللي عامر. داكشي علاش انا كنحاول نصورو ونشوف. هنا واحد الصال صغيره اللي بغى يجلس هنايا ها هي. خرجوا برا شوفوا البحر، اسمحوا لي الا تقطع الصوت لان كاين الريح. وهذا كما كتشوفوا تقدر من هنايا يعني تجلس مع راسك هنايا تشوف البحر. ها هو كيما كنصور لكم انا دابا، حنا قربنا تقريبا هذاك جبل طارق. ها هو راه كتمشي مع راسك يعني راه سارة مع راسك، باطو كبير هادشي اللي كاين. كتبقى مناسبة للناس اللي ما عمرهم يعني شافوا هذا يعني من داخل ولا ما عمرهم سافروا على الباطو ولا شي حاجة، راه بنادم كيستغل الفرصة هادي باش كيشوف. كما بغيت نقول يعني نتمنى الناس اللي كيشوفوا هاد لاشين دائما يعني كيساعدونا وكيساندونا يعني بالبارطاج، ولا الناس اللي كيشوفوا اول مره يعني بالاشتراك. فوالا راه انتما كتشوف حتى اللي كترجع عندك هنايا انا رجع. كما قلت للناس اللي كيشوفوا هاد لاشين نتمنى انهم يعني يتابعوا معنا في لاشين. يعني كما كنقول دائما هاد الفيديو يقدر يعجبك يقدر ما يعجبكش، الفيديو الجاي يقدر يعجبك يعني هكا دائما. تحيه كبيره يعني لخوتنا ديديكاس للدراري كاملين اللي كنعرف، لا اليوتيوبرز للدراري لا اللي كنعرف يعني اصدقاء ولا شي حاجه. راه مازال ليه الا بغيتي تدخل من هي يعني تدخل الصاله شي اللي كان ومازال لتحت تنعاود نهبطوا لتحت. خليكم معنا نعاود نصور لكم شي حاجه اخرى. ايوا كما كتشوفوا فجاه نكملوا التصوير ديالنا، ها هي الجهه هذه تقدر تدوز من هنا عاود تقدر تطلع الفوق. اجي نطلعوا الفوق عاوتاني شوفوا شنو كاين هنا عاود الفوق. خيمه مسدوده ما محلولاش يعني للناس، ولكن تقدر تقرب حتى لهنا وتشوف شنو كاين. يعني هنا غالبا تيكون عنا الجهه اللي خاص بالميكانيك ديال الاخر. ها شوفوا واش محلوله هما سدنا، لان كما قلت كاين كاينش الناس بزاف. دونك هذه هاي من هنا تريح ترابو ديال اسبانيا اكبر. فوالا انا طالع كامل الهدف ديالو هو اننا نوثقكم يعني فكره ونقربوا الناس اللي ما عمرهم يعني كما قلت قبيله في الفيديو في الوسط ديال الفيديو، الناس اللي ما عمرهم سافروا بالباطو. داكشي راه الباطو يعني انا كيعجبني انني نسافر فيه مزيان مرتاح كتمشي يعني السيرفيس ديالهم يعني سيرفيس مزيان. فوالا هادشي اللي كاين. دونك فوالا نتمنى هاد الفيديو يعجبكم كما صورت لكم يعني في الاول في البدايه تقريبا من الجهه ديال غرناطة حتى لهنايا الجهه ديال مالاغا وديك الكوستا ديال سول حتى الجزيره او ميناء الجزيره الخضراء حتى الباطو. نتمنى الفيديو هذا يعجبكم، يعني هذا كان الهدف ديالو هو ان تقريب الناس كاين اللي ما يكونوش عارفين. كاين بزاف الناس اللي ما كيسافروش بزاف الطوموبيل كيسافروا بالطياره، دونك حتى ملي كياخذ الطوموبيل كتكون واحد الصعوبه. دونك فوالا هذا الفيديو هذا تقريبا باش كيعرف الطريق منين وشنو اللي ساهل شنو اللي ما ساهلش شنو اللي صعيب شنو اللي خصو يدير. هذا هو الهدف من هذا دي ميساج كما ديما كما كنخلينا في الفيديو ديالي كامل. نتمنى انه يعني تبارطاجا هذا الفيديو ونتمنى ان لاشين تكون غدا مزيان وراها غدا مزيان يعني. ونتمنى يعني الدعم يعني والناس اللي شافوا هذا لاشين اول مره يتابونا فيها. هادشي اللي كاين راه كنهضر راني مسخسخ والله الا راني مسخسخ.
فوالا هادشي اللي كاين دابا في انتظار انني نصوروا لكم من وصلوا يعني للمغرب. فوالا هادشي اللي كاين. يلا خوتي السلام عليكم وخليكم معنا يعني حتى النهايه ديال الفيديو هذا. فوالا الحمد لله احنا وصلنا دابا ميناء المتوسط. ميناء تبارك الله كبير، الناس اللي اول مره كيشوفوه حتى هما هي فرصه. كاين بزاف ديال الباطوات، شعار المملكه الله الوطن الملك راه هي. نزوميوها شويه لما بلدنا زوينه تبارك الله، الله يخليها لنا ونطلب الله سبحانه وتعالى يعني عام السلام والامن على جميع البلدان الاسلاميه. فوالا ها هو باط الاخر هنا هو كيدور. فوالا ميناء تبارك الله كبير بزاف هذا الميناء هذا. هنا يمكن غادي ننزلوا في يعني في الميناء الاول. فوالا هو كبير بزاف، راه تقريبا كاين فيه شي ربعه ديال البارتي، الرابع مازال ما سالوش ولكن دابا حنا في الاول. فوالا انتم كيسمعوا الصداع ديال البطاره كيدور باش يدخل هنايا. يمكن يدخل هنا في هذه الجهه على ما كيبان لي غندخلوا هنا حدا هاد الشركه هادي. الله شلي كاين. فوالا السلام عليكم. دابا نهبطوا، لقيتوني غادي هبط الباركينغ تحت كلشي هبط، بقيت غير انا هنايا. فوالا الباركينغ فوالا ها انتم الدروج ديالو كتمشي يعني بقيت بزاف على بها. دونك حتى لهنا الفيديو ديالنا تقريبا سنه ما نقدروش نصورو في الديوانه المغربيه، راك عارف ممنوع. هادشي اللي كاين نتمنى انه ما يعطلوش علينا، خليونا ندوزو هادشي اللي كاين حتى يعني النهايه ديال الفيديو ولا شي حاجه. نقول لكم السلام عليكم. ها حنا وصلنا هنايا، هنا الباطو حنا كنا في الباطو.